السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي ندير واحد التمرين بخصوص المتتاليات. خلينا هذه المتتالية هذه اللي كتكتب لي على شكل يو زيرو كتساوي 4، يو ان بلس 1 كتساوي 2، يو ان كاري موان 3 سور يو ان بلس 2. دونك بحال هذا الشكل هذا كاين عندنا بحال هذا الشكل هذا سو فورم دي فونكسيون، يعني من قبل كيكونوا اون فونكسيون ايتود دون فونكسيون، اي ابري كيعطوك هاد لا سويت هادي، ومن بعد كدير فيها كديفلوبي داكشي. ما عليناش، هنا عطاو هنا بسيطه، يعني السؤال الاول عطاونا تحقق ان يو ان بلس 1 كتساوي 3 بلس هاد العجب هذا. السؤال الثاني بين ان يو ان راها مصغوره ب 3، وثالثا دراسه الرتابه. المهم هاد الاسئله راهم واضحين وبساط، ما عليناش. يمكن لكم تحبسوا الفيديو وتجاوبوا، ومن بعد تحققوا من هذا الشيء واش صحيح عندكم ولا لا. نبداو بالتصحيح على بركه الله. صحيح، اولا لنبين ان يو ان بلس 1 ايكوال 3 بلس يو ان موان 3 فاكتور دو يو ان بلس 3 سور يو ان بلس 2، ياك مهما يكون ان ينتمي الى ان، مفهوم؟ وكيف ما كنعرفوا الشباب ان يو ان بلس 1 اش كتساوي ليا، اللي هي 2 يو ان مربع زائد او ناقص 3 سور يو ان بلس 2، ياك. باش نتحقق من هذه، ملي كيقول لك تحقق يعني غير كتمشي تحسب وصافي، يعني كتحاول تبين بان يو ان بلس 1 كتساوي هذا العجب هذا. باش نحاول نبين هاد العجب، باش نحاول نتحقق، يعني يكفي انني نجمع هاد العجب، نوحد المقام ونحسب، ولا ندير يو ان بلس 1 موان 3 ونبينها بانها كتساوي لي هاد الشيء هذا. وهذيك الطريقه هي اللي غادي ندير، غندير يو ان بلس 1 موان 3 خصني نبينها انها كتساوي يو ان موان 3 فاكتور 2 يو ان بلس 3 سور يو ان بلس 2، ياك. يعني يكفي أن نبين أن، ياك الشباب، دونك يكفي أن نبين هاد ليكسبغيسيون هادي، إلا تحققت ليا يعني راه هادي هاد ليكسبغيسيون راها فغي. دونك عندي يو ان بلس 1، نجي نعوضها. دونك لدينا يو ان بلس 1 موان 3 اش كتساوي، نعوض اللي هي 2 يو ان مربع موان 3 سور يو ان بلس 2، نقص منها 3 اللي هي هادي، اش كتساوي ليا؟ نوحد المقام اللي هو يو ان بلس 2، دونك الفوق ديال هنا غيبقى نفسه اللي هو 2 يو ان كاري موان 3 ديفلوب على هاد العجب هذا، يعني موان 3 يو ان موان 6، ياك اشاف. دونك نجمع هادشي، المقام غيبقى اللي هو يو ان بلس 2، الفوق تبقى ليا 2 يو ان مربع موان 3 يو ان موان 3 موان 6 سي موان 9، دونك هادشي اللي كتساوي ليا يو ان بلس 1 موان 3، ياك الشباب. دونك المقام عندي نفسه، ياك، اللي هو نفسه. دونك خصني نحاول نبين ان هاد لابارتي هادي، هاد الفاكتور هذا كيساوي هاد البولينوم، مفهوم؟ عندي دو جوج ديال الطرق، يا اما نستعمل هادي نردها كشكل حدوديه، نوضع يو ان اللي هي واحد اكس غتعطيني اللي هي 2 اكس مربع موان 3 اكس موان 9، ياك الشباب. دونك الى عطاو ليك بحال هذا الشكل هذا، دونك الى عطاتني بحال هذا الشكل نمشي نحسب ديتيرمينو، المهم غيعطيك شي حاجه، غيعطيك اكس 1 و اكس 2، المهم غتكون سوبيريور ا 0، وهاد اكس 1 و اكس 2 هما اللي غاصين ديال هاد البولينوم، يعني غتكتب على شكل ax موان x1 فوا x موان x2، حيتاش a هي هادي، b هي هادي، و c هي هادي، مفهوم؟ يا اما نستعمل هاد الطريقة هادي، ولا نمشي نتحقق من هادي اللي عندي، يعني نمشي ننشرها، إلا عطاوني أنهم كتساوي هاد العجب هذا، دونك راها فغي، مفهوم؟ نمشي نتحقق أنا ديريكتومون، نمشي نقلب على الطريقة السهلة، اللي هي يو ان موان 3 فاكتور 2 يو ان بلس 3، أش كتساوي ليا؟ ننشر هادشي، 2 يو ان فوا يو ان سي يو ان مربع، يو ان فوا 3 سي بلس 3 يو ان،
Moins 3 fois 2, c'est moins 6, 6 UN. Moins 3 fois 3, c'est moins 9. Bon. Donc, on dit, il y a 2 UN morbin. Plus 3 moins 6, c'est moins 3. Moins 3 UN. Moins 9. Qui fait ma 4 chevaux? Hadi, li, hadi. Donc, هاد الفوقانية يمكن نكتبها على هاد الشكل ومنه UN بلس أم موان تروا اش كتساوي ليا هادي نعوضها بهادي اللي هي UN موان تروا فاكتور دو UN بلس تروا ياك على UN بلس دو مفهوم مهما أن عطاتني هاد العجل هذا دونك داكشي اللي بغيت أنا مفهوم دونك مي قلنا يكفي انه نبينو هادي دونك راه كتساوي لهاد العجب هذا دونك ندي طروا لا بارتي اخرى تعطيني ديريكتومون اللي هو داكشي اللي بغاو ياك الشباب ندوزو السؤال الثاني قال لك سيدي بين ان يو ان راها مصغوره بواحد التروا فهم كيلكو سوا ان ينتمي الى ان ياك الشباب دونك باش نبينو ان يو ان اكبر من 3 راها صعيبه مفهوم دونك نديرو الترج حيت هو اللي كيخرجنا في هاد لي كونديسيون في هاد العجب هذا دونك البرهان بالترج كيف ما قلت لكم الشباب ديما كان انسيستي على هاد البرهان بالترج ياك حيت هو اللي خدام لينا في هاد الدرس ديال المتتاليات مفهوم هو باش كان مونطرو اغلب هذاك العجب اللي عندنا كان مونطرو بالترج دونك المرحله الاولى ديال الترجع شنو كندير يعني تحقق من اجل ان كيساوي ليا الحد الاول شنو هو الحد الاول عندي عندي انا يو ان كتكتب ليا يو ان بلس 1 على هذا الشكل وعندي يو 0 كتساوي ليا 4 ياك دونك الحد الاول اللي هو يو 0 دونك يمكن لي نبدا بالحد الاول اللي هو 0 دونك من اجل ان يساوي 0 لدينا الى عوضت ان ب 0 اللي هو يو 0 اش كيساوي ليا 4 واش كيحقق ليا انه اكبر من 3 فغي دونك راه 4 راه اكبر من 3 دونك هاد العباره راه صحيحه دونك صح دونك من اجل ان كتساوي 0 فان يو ان اكبر من 3 مفهوم الشباب دونك المرحله الثانيه اللي هي نفترض كنفترضوا هاد العجب هذا اللي عطاو لينا هادي اللي غنبينو حنا كنفترضوها يعني كنبداو منها ولنبين من اجل ان بلس 1 كنمشي كنزيد الحد اللي من بعد ان يعني كنفترض يو ان وكنبين من اجل ان بلس 1 انها اكبر حتى هي من 3 ويا تحققت لي ان يو ان بلس 1 اكبر من 3 دونك هذا الافتراض عندي راه صحيح مفهوم ما يكون ان ينتمي الى ان ملي كنبدا بحال هاد العجب دونك كنبدا ب يو ان بلو ان يو ان اكبر من 3 دونك لدينا مهما يكون ان ينتمي الى ان شنو عندي يو ان حسب الافتراض فان يو ان اكبر من 3 ياك اشنو خصني نبين انا ان يو ان بلس 1 اكبر من 3 مفهوم دونك ديجا انا بينت ان يو ان بلس 1 موان 3 كتساوي لي هاد العجب ياك يعني شنو خصني نبين ان هادي يمكن نكتبها على شكل يو ان بلس 1 موان 3 يعني يكفي اني نبين هاد العجب انه اكبر او يساوي 0 ياك وعندي انا يو ان بلس 1 موان 3 ها هي كتساوي لي هاد العجب هذا يعني عندها علاقه او بدلاله يو ان ياك و يو ان عندي انني بديت انها اكبر من 3 دونك الى نقصت من 3 هذا العجب يعني كاين واحد لا كونديسيون يعني يمكن نحرك شي حاجه مفهوم دونك عندي يو ان اكبر من 3 اجي معايا ناطروا هذا العجب هذا دونك يو ان موان 3 نقص 3 الجهه الاخرى تولي اكبر من 0 ياك ندير ليكيفالونس ولا لامبليكاسيون ما عندي حتى شي مشكل دونك يو ان موان 3 اكبر من 0 ياك اش بقى ليا بقى ليا هاد لا بارتي هادي 2 يو ان بلس 3 كيفاش دايره عندي عندي 2 يو ان الا ضربت في 2 هنايا غتولي ليا نضرب في 2 يعني اكبر من 6 6 بلس 3
c'est 9, donc 2un plus 3 اكبر من 9 ياك. الجداء ديالهم اللي هو هذا 0 في عدد يعني اكبر من 0 ياك مفهوم. دونك سي كي ايكيفالون ان الجداء ديالهم دونك من هذه ما عليناش هاي نديروها يو ان موان 3 فوا 2 يو ان بلس 3 راه اكبر او يساوي 0 ياك الشباب. دونك عندي هاد الفوقانيه راه اكبر من 0 دونك ما عنديش مشكل في هادي. دونك حيتاش ديجا عندي ان يو ان اكبر من 3 ماشي مشكل ماشي مشكل. دونك عندي يو ان اكبر من 3 الا زدت ليها 2 في هاد لابارتي هادي غادي نزيدو هنايا يعني صافي اكبر من 5 ياك. وهادي عندي اكبر من 0 ياك حيتاش بغيت ندير انا المقارنه ديال يو ان بلس ان موان 3 بالزيرو، يا يعني اما تكون اكبر من 0 يا يعني اما تكون اصغر من 0 ياك. عندي اكبر من 0 يعني شنو كي امبليك او سو كي ايكيفالون ك ان سيغ يو ان بلس 2 هادي اسمحوا لي راه يو ان بلس 2 ياك يو ان بلس 2 المقلوب ديالها غيولي يبقى اكبر من الزيرو حيت درت المقارنه مع الزيرو مفهوم. دونك يبقى لي ديريكتومون انه اكبر من الزيرو الا ضربت هادي بهاد لا فورمولا هادي. الا درت ليهم جداء جوجهم بوزيتيف يعني البرودوي ديالهم غيبقى لي بوزيتيف دونك سي كي ايكيفالون. وشنو هي شنو البرودوي ديالهم اللي هو يو ان بلس ان موان 3 ياك ماشي مشكل نديروها بشويه علينا يعني دوك مو يو ان موان 3 فاكتور 2un plus 3 sur un plus 2 يعني ريست بوزيتيف مفهوم. وهذه كيف ما قلنا شنو هي اللي هي un plus 1 moins 3 ياك يعني un plus 1 moins 3 ce qui équivalent que un plus 1 moins 3 راه اكبر او يساوي 0 ياك الشباب. دونك سو كي ايكيفالون ان يو ان بلس 1 ندي 3 للطرف الاخر انه اكبر من 3 ياك. ومنه المطلوب وهذا الشيء هذه هي اللي بغيت نبين انا هنايا ياك الشباب. دونك افترضت ان يو ان اكبر من 3 وبينت ان يو ان بلس 1 اكبر من 3 وها هي بينتها. دونك الافتراض راه صحيح مفهوم. دونك ومنه افتراض راه صحيح حسب مبدا الترجع حسب البر او حسب المهم حسب مبدا الترجع فان ما يكون ان ينتمي الى ان الافتراض اللي بديت به راه صحيح فهم فهم الشباب. ندوزو دابا الرتابه ندرسو الرتابه ديال يو ان. السؤال الثالث دراسه رتابه يو ان فهم. دونك باش ندرسو الرتابة كيف ما شفنا انني كندير يو ان بلس 1 موا يو ان. دونك لدينا يو ان بلس 1 موا يو ان اش غيساوي ليا هاد العجب هذا يو ان بلس 1 اش كتساوي ليا اللي هي 2 يو ان مربع موا 3 سور يو ان بلس 2 فهم. دونك اللي كنقص منها يو ان نحسب عادي ونمشي ندير المقارنه ديالها بالزيرو واش اكبر من زيرو ولا اصغر من زيرو فهم. دونك يو ان بلس 2 هنا غتبقى ليا نفسها اللي هي يو ان مربع موان 3 موا يو ان غادي نشرها على هذا العجب اللي تحت يعني هي يو ان فوا يو ان اللي هي يو ان مربع فهم بلس او موان 2 فوا يو ان. هادشي اش غيساوي ليا تبقى ليا لتحت اللي هي 2 او يو ان بلس 2 2 يو ان مربع موا يو ان مربع اللي هي يو ان كاري موا 2 يو ان موا 3 ياك الشباب. دونك خصني نحاول انني ندير ليها مقارنه بالزيرو عندي هادي على شكل حدوديه حدوديه كيف ما قلنا خصني نحاول نفاكتوريزيها باش وكيف ما عندي حسب السؤال السابق ان يو ان اكبر من اكبر من 3 فهم. يعني خصني نحاول انني نفاكتوريزي او هذه ندير لها مقارنه ب 3 داك المهم
الا شفت ان يو ان مربع ودرت التأطير انطلاقا من هذا العجب هذا غيكون شويه مديرونجي. دونك غنوضع هذه على شكل واحد الحدوديه، على شكل يو ان وضع عليه هي اكس، دونك اكس كاري موان 2 فوا اكس موان 3 ياك. دلتا باش نحاول نفاكتوريزيها، دلتا اش غيساوي لي؟ اللي هو بي اس 2 اللي هي 4 ناقص او ناقص ناقص سي بلس، يعني 4 فوا 3 سي 12 سي 6، مفهوم؟ يعني اكبر من الزيرو، يعني كاين واحد اكس 1 و اكس 2. اكس 1 اش غيساوي؟ هو موان بي موان جذر دلتا سيغ 2، والاخر هو موان بي بلس جذر دلتا سيغ 2، مفهوم؟ الحل الاول شنو هو؟ دونك ناقص بي اللي هو 2، حيتاش بي عندي كتساوي ناقص 2، ناقص بي هو اللي هو 2، مفهوم؟ موان راسين دو دلتا اللي هو راسين دو 16 سي 4، مفهوم؟ سيغ 2 اش غتعطيني؟ اللي هي موان 2 سيغ 2 سي موان 1، مفهوم؟ موان بي سي 2 سي 2 بلس راسين دو 16 سي 4، مفهوم؟ سيغ 2. Donc 4 plus 2 c'est 6, 6 sur 3 c'est 3. Sur 2 c'est 3. Donc x1 c'est moins 1 et x2 c'est 3. Donc, هاد المعادلة يمكن لي نكتبها على شكل x أو بالأحرى a عندي كيساوي 1 فوا x موان x1 فاكتور x موان x2. فهم؟ x1 اش كيساوي ليا؟ كيف ما قلنا كيساوي موانز 1، يعني x موان موان يعني بلس بلس 1 فاكتور x موان x2 يعني x موان 3، مفهوم؟ يعني هاد الدالة هادي يمكن لي نكتبها على شكل un بلس 1 فاكتور un موان 3 ياك الشباب. دونك ها هي بلس 2، هاد الفوقانية كتساوي هاد العجب هذا، دونك هي un بلس 1 فاكتور un موان 3 ياك الشباب. دونك عندي اللي هي هادي كتساوي اللي هي un بلس 1 موان un. دابا يمكن ليا ندير ليها مقارنة مع الزيرو، كيف ما كنعرفو أن يو ان أكبر من تروا، لدينا يو ان أكبر أو يساوي تروا، سو كي إيكيفالون نقص تروا من لابارتي الأخرى اللي هي يو ان موان تروا سوبيريور إيكال أ زيرو ياك. دونك عندي هاد لابارتي أكبر من الزيرو، يو ان بلس ان عندي يو ان أكبر من تروا، يو ان بلس ان راه أكبر من اش؟ أكبر من كات، زد واحد للطرفين. يو ان بلس 2 هادي راه اكبر من الزيرو ياك، يو ان بلس 2 سي يو ان بلس 2 في هاد لابارتي هادي، وفي هاد الطرف حتى هو نزيد ليه 2 صافي 5، يعني يو ان بلس 2 اكبر من 5 وراه اكبر من الزيرو حتى هو، مفهوم؟ يعني المقلوب ديالو غيكون اكبر من الزيرو، يعني 1 على يو ان بلس 2 كيبقى ليا اكبر من الزيرو، مفهوم؟ يعني نضرب هادي فوا هادي، يعني ندير ليهم جدع غيبقى بوزيتيف، ولا جمعتهم دونك من هادي غادي نتوصل ان يو ان موان 3 فوا يو ان بلس 1 راه اكبر من الزيرو ياك، حيت الجداء ديالهم لي دو سون بوزيتيف، مفهوم؟ هادي وهادي او بالاحرى هادي وهادي ياك، كيبقى بوزيتيف، يعني الجداء ديال هاد لابارتي مع هاد لابارتي سون دو بوزيتيف، يعني كيبقى بوزيتيف، يعني اللي هي يو ان موان 3 فوا يو ان بلس 1 سور يو ان بلس 2 ريست بوزيتيف. ومنه شنو عندي انا هادي شنو هي؟ اللي هي يو ان بلس 1 موان يو ان، دونك يو ان بلس 1 موان يو ان راه اكبر من الزيرو، مفهوم؟ ومنه كيف ما قلنا ان يو ان بلس 1 اكبر من يو ان، c'est-à-dire que un raha mutataliya tasayudiya. Bon ma chabab, donc on s'en est à la fin du tamrin. Ce tamrin صراحه بسيط، ما فيهش شي حاجه اللي معقده، المهم كنحاول ندير تمارين صعاب وتمارين بسيطة باش نحاول الحاجه اللي ما مفهوماش في التمارين الصعب تكون مفهومه في التمارين البساط، ما عليناش. المهم
شي حاجة ما مفهوماش ولا شي. ديما هاد العبارة دي كنقولها، أنه مرحبا بأي سؤال طرحتوه عليا بخصوص هاد التمارين، أي حاجة أي بارتي ما مفهوماش يمكن لكم تخليوها ليا في التعاليق باش نحاول نعاود نانسيستي عليها، حيتاش دابا لحد الآن ما كانت وصل بتا شي تعليق، يعني كنظن بأن هاد الأمور واضحين. المهم نخليكم على خير، وبسلام عليكم والسلام عليكم.